شي خا شيماء المناسبة ديال العيد ميلاد بنتها مع الفنان والصوفو الفنان جمال حصبة. الجمهور العزيز مرحبا 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 بالجمهور الكريم وحنا فرحانين ورحنا عند مرحبا بك الصوفو بنقول لك بنتي عند بنتي شيماء وحنا فرحانين فيها بالمناسبة ديال بنتها هي والبنت الأخرى نجات سيدي والرويحة وما نساوش عبدو. تحية لحبابي وصحابي والجمهور ديالي كنموت عليكم مرحبا بكم. تحية لحباب وصحابي والجمهور ديالي تحية لكم كامل ديما معايا ديما معايا ديما في القلب الرويحة وما نساوش الرويحة أحسن عمالي وفلاسفي وبقوا معنا الاخوان غادي يكونوا فيديوهات ان شاء الله في الحفله غادي نحطهم لكم في القناه ومرحبا بالجميع تحيه جميع الخوت واللي ما ابونيش عندي في قناه ابونا قناه يوتيوب عبدو اسي ومرحبا بالجميع يلا الصبا بسم الله وتبارك الله تبارك الله وكنعاود ناكد التحيه ديالي الفار واحسن فار احلى هينا دوهينا دو اختي ماشي صاحبتي مرحبا بها اختي ماشي صاحبتي فنانه من رقم واحد كنقول لها الله يسهل عليك امين عند الشيخ الهرم رائد العيطه الحصباويه بمدينه الاسامي تنشهد لها بالفن ديالها وكنقول شيماء نهارك مبروك الله يحفظ لك امين يا رب وشهاده كبيره لهذا الشيخ هرام تا هو راه تا هو ولد الدار البيضاء ومن الحفاظه ديال العيوط ما نذكروش المرساوي ودابا راه زاد عليه الحصباوي كنقول له تحيه كبيره تحيه السميري وشيماء الله يكمل بخير تحيه للجمهور تحيه للجمهور متتبعين وما نساوش الجمهور ديالنا راك احلى ملك بلا جمهور ما كاينينش حنا داكشي اللي كاين الله يسر